السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 9 ذي القعدة 1443 للهجرة. مرينا بمدينة اسمها ديكوس وفيها الأخ محمد دنايري. الأخ محمد دنايري من الدعاة في الخرج الذين أسلموا في مدينة الخرج مع الشيخ سليمان العقيل والشيخ علي الصيد رحمة الله عليه رحمة الله عليهم أجمعين، وكان نشيط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يعمل في شركة الكهرباء في الخرج. وعندما انتقل إلى الفلبين في مدينة دوغوس لم يتوقف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاستخدم هذا الدباب وهذه الميكروفونات للدعوة في وسط المدينة في وسط الأسواق هنا، وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حسب جهده. والله جسمه كله مبلل من العرق، لكن في سبيل الله كل شيء يهون. مرامك مرامك سلامات، ما منعه هذا الشيء؟ هو داري يناوي ليش كم من شبيه الآن عمره 73 سنة. انظروا إلى الهمة يا ناس، انظروا إلى الهمة يا أحبتي. هذا الإسلام، هذا الدين العظيم من النصراني يعبد عيسى إلى أن يعبد الله ويدعو للإسلام. انظروا إلى هذه المنطقة كلها. الآن اسمعوا السماعات، اسمعوا السماعات، ومسموح له هذا التصريح. بستا وعنده جبني مو معناتها المستشفى أوساك أساوا وعنده ما يبغني كنا ما أساوا أوبشنا نجي هتاك أرو ليلي كم كا